زعما تاخذ اللعابه لو ماكسيموم. شوف شوف تبع واحد في السوق خالد خالد كاين الوداد كاين الرجاء كاين خالد عاد كاين طنجه والماس ولا والو خالد انا نوضعك في الصوره بخصوص هذه النقطه بالذات فكاين معايير خاصه على مستوى الانتدابات. اولا نادي الجيش الملكي ما كيدخلش من اجل افراغ السوق من اللاعبين وشراء اللعاب ثلاثه ما دمرش لا دخل في منافسه بعض المرات مع الفرق البيضاويه عشا لا بلاتي اسامه كاين فرق ما بين المنافسه على لاعب وانني نجيب ثلاثه ديال اللعابه في مركز واحد باش نضعف البطوله. هادشي اللي بغا يقول هادي ما كايناش. ثاني حاجه ما كيكونش انتداب من اجل انتدابات. والحاجه الثالثه ما بقاش يكون انتداب من اجل انتدابات. ما بقاش يكون انتداب من اجل انا كنهضر معك على الفتره وعلى هذا المكتب المصري الحالي السنوات السابقه كنهضر على المكتب المصري والنتائج بانت. وايضا ما كاينش المزايده وتضخيم ارقام اللاعبين. هذا راه مسيني ب 800 هذا مسيني ب 300 ب 500 وكتسمع ارقام فلكيه لا على النفاتي كتمنافسه شرسه مع الرجاء ملي كان النفاتي الاماراتي الاماراتي يعني الجيش الملكي اختار على النفاتي يخدم له خوذ باش ويأثر على الوالده ديالو باش يجي للجيش. لا واقع ما تقولش ما كاينش منافسه غير منافسه انا ما كنتش شريشة. لا اسامه المنافسه حق مشروع صافي طبقنا ما يمكنش غتسقط على فريق الجيش. انا اللي كنقول لك وما كاينش المزايده على مستوى الارقام والمعاملات الماليه. ما نقولش لك جبت هذا اللاعب ب 800 وهذا الوكيل كياخذ هذا الخضر ديال الفلوس هذا مسؤول اولا اكس كياخذ واحد القدر الفلوس في الوقت اللي حنا داخل الجيش الملكي كاين الوضوح وكاين الشفافيه. كنعطيك رقم ماشي مبالغ داكشي اللي كيستحق اللاعب ما كتضيعوش ولكن ماشي رقم مبالغ. ملي جا طالب انا كنهضرك على الاستراتيجيه ولغيتي ولا ملي جا طالب ولغيتي ولا لي كونترا الكبار بان التوجه ديالكم بان التوجه متفقين عليه. راه حتى الميزانيه اسامه باش نوضحوا هذه باش نوضحوا هذه النقطه لان كاين فيها مجموعه من المغالطات. جاب هذا جاب هذا راه ماشي المشكل في الميزانيه لا المشكل في الحكامه وحسن التدبير. راه ممكن نعطيك واحد المبلغ مالي وتمكن في ليله وحده تصرفو راه دير ليه حتى شي حاجه ممكن نعطيك واحد المبلغ اقل منه وتحقق به مجموعه من المكاسب وتبينه. اذا ما بقاتش في القدر المالي لان الميزانيه ديال الفريق والجيش الملكي كبيره الترتيبيه في المركز الثالث او الرابع علما انه ما كيتسيرش بها فقط الفريق الاول جميع الفريق النسوي والفروع ذكورا واناث وكاين التمييز على جميع المستويات. وهذا ما يميز المؤسسه اخذوها دائما فتحوا الجيش الميزانيه ديالهم قل من بعض الفرق. اذا كاين الحكم شنو اللي تزاد راه ماشي من دابا راه منذ سنين والميزانيه ديال الجيش الملكي هي ثابته. ولكن الجيش الملكي كاين الهبه. شوف الجيش الملكي كاين الهبه. اسمعني لا الله يخليك الهبه ديال الجميع الموسيقيين ديال الفقير ديال الدار البيضاء الله يحسن عوانهم عندهم الضغط الجماهيري وما عندهمش الهبه ديال الجيش الملكي. راه كاين المجالس